يعني بعض هذه المواقع حتى نحن كإذاعة تواجدنا فيها وعد عملنا بعض التقارير منها مثل دوار الموج اللي يشهد زحام يومي خاصة في أوقات الذروة. الحديث عن هذا المشروع معنا مباشرة عبر الهاتف المهندس الطيب بن محمد الحارثي، مدير عام مساعد المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط. أهلا وسهلا بك باش مهندس. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بالتواصل معك. وأنا أسعد. هذا المشروع طال انتظاره أكيد، يعني المهندس طيب، وكانت هناك يعني مطالبات قديمة جدا حول إيجاد حلول لهذه المواقع. نتحدث الآن عن جهود بلدية مسقط في إيجاد حلول لهذه النقاط بالتحديد التي تشهد بشكل مستمر زحام. نعم، هو بالنسبة على حسب ما يعني ذكرت أنت، لأن هذا المشروع يعني ما وليد الساعة، يعني الحديث عنه إلى عدة سنوات، والبلدية ما يعني عملت تصاميم وجاهزة من فترة، لكن تعرف أحيانا عدم توفر الاعتمادات المالية في الوقت المعين يؤجل بعض المشاريع. الآن الحمد لله يعني تم إعطاء البلدية اعتمادات المالية للبدء في الجزء الأول من هذا المشروع، واللي هو بيكون حسب ما يعني أعلن في التغريدة تحويل الثلاث دوارات القائمة إلى تقاطعات مرورية بتكون بسعة عالية بحيث تأخذ الحركة المرورية اللي فيها، بالإضافة إلى إضافة حارة ثالثة بالنسبة لشارع الموج من جسر الموالح إلى دوار الموج، وإزدواجية الشارع من ما بين دواري الموج والإشراق بحيث أنه يكونوا بثلاث حارات بكل اتجاه، لأن حاليا هو مفرد. بالإضافة إلى طبعا في عبارات مياه كبيرة 15 عبارة باتساع 3 متر في ارتفاع مترين، وهي يعني إن شاء الله بتحل المشكلة المتواجدة حاليا مع كل أمطار تجمع المياه لفترات طويلة. يعني نعم، مكان الدوارات نفسها ستكون هناك، ما هي الحلول البديلة؟ يعني إن شاء الله في الوقت الحالي مثل ما قلت لك هي بتكون تقاطعات إشارات ضوئية بس تكون بسعة كبيرة. بالنسبة لدوار الموج بيكون في جسر لكن ما في هذه المرحلة، لكن بيكون من الآن مبني وجاهز الموقع ليتم بناءه في المرحلة القادمة إن شاء الله. نعم، لكن المرحلة الأولى ستكون الإشارات الضوئية إن شاء الله، بتكون بإشارات ضوئية فقط. المهندس، هناك تساؤل يتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه إلى أي مدى، ومن خلال تجربتكم أكيد ودراساتكم بعد، إلى أي مدى أنه الإشارات الضوئية تساهم في تقليل الازدحام المروري في هذه النقاط، والبعض يعتقد انها يعني يشكك في مدى جدواها. هو طبعا شوف، في الحلول المرورية دائما هناك في يعني آليات معينة، وكل آلية تكون أفضل عن الآلية اللي بعدها، فدائما البدء بالدوارات كونها في الحركة الخفيفة هي أفضل وسيلة لتسهيل الحركة. بدأ من نزيد الحركة نتجه إلى دوارات بإشارات ضوئية، ومن ثم إلى تقاطعات، ومن توصل إلى مراحل متقدمة توصل إلى جسور بحركات حرة يعني. فهي كلها مبنية على عدة يعني معطيات، طبعا ارتفاع الحركة المرورية، عدد السيارات اللي تكون متواجدة في كل موقع، فهي هذه كلها تبنى على أساسها يعني. نعم، متى من المتوقع البدء في المشروع إن شاء الله؟ والله هي أمس صدرت المناقصة عن طريق مجلس المناقصات، ففترة التناقص يبغى لها كم شهر، فمن متأمل إن شاء الله إذا يا نهاية هذا العام يا بداية العام الجديد يكون في مقاول بإذن الله متواجد في الموقع يعني. والإطار الزمني للتنفيذ مدة المشروع هي تقريبا حدود 16 شهر، يعني نتكلم على ما بين سنة إلى سنة ونص تقريبا. نعم، لإنجاز هذا المشروع. بالضبط. نعم، نتحدث المهندس كذلك عن الشوارع الخدمية للمباني التجارية القائمة بالمنطقة. المقصود هنا بالمنطقة هي هذه نفسها اللي ما بين الموج والموالح أو بالضبط، لأن حسب ما عارفين هناك موجودة كثير مباني سكنية تجارية، لكن الآن مداخلها مباشرة من الشارع الرئيسي،
طبعا من يكون بثلاث حارات في كل اتجاه بيكون يعني ما تقدر تخليه مباشرة، فبيكون في شارع خدمات موازي للشارع الرئيسي وبيكون يخدم كل هذه القطع الأراضي اللي موجودة يعني. نعم ممتاز. كذلك يعني هناك تساؤلات كثيرة حتى تردنا يعني في البرنامج، يعني بجوار كذلك هذه المنطقة هناك مناطق أخرى يعني ربما تحتاج إلى شيء مشابه من هذه الخدمات، هل هناك مشاريع من المتوقع الإعلان عنها قريبا؟ والله إن شاء الله في مشاريع جاية بيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله. ما نريد نسبق الأحداث، فكل شيء بوقته إن شاء الله. أهم شيء للمعبيلة نصيب منها هذا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. يعني كل 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 مناطق في محافظة مسقط هي يعني اهتمامنا في بلدية مسقط، ونحاول قدر المستطاع ننفذها تباعاً. نعم، لكن أكيد يعني تعرف أنت بعض المناطق يمكن مثل المعبيلة من المناطق يمكن تشهد كثافة سكانية كبيرة وفيها يعني الكل ينتظر يعني حلول. صحيح، في مشروعين كبار إن شاء الله جايات في الطريق وبيتم إعلان عنه قريباً بإذن الله تعالى. شكراً جزيلاً لك المهندس الطيب بن محمد الحارث، حياكم التوفيق إن شاء الله. شكراً جزيلاً، يعطيك العافية. مدير عام مساعد المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط، ويعني هذه بشرى لسكان المعبيلة. يعني ما بغينا نعرف أنه أحيانا بعض الأمور ما يقدروا يعلنوا عنها غير لما تكون جاهزة، لكن بشرنا المهندس الطيب أن هناك مشروعين كبار راح ينفذوا في المعبيلة، ويمكن يكونوا الحل لكثير من الاختناقات المرورية الموجودة في تلك المنطقة، ويمكن هذا من المواضيع اللي ناقشناه في التخطيط العمراني مع ضيفنا من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لما كان موجود معنا في الاستديو خلال الأسابيع الماضية، وتكلمنا بالتحديد عن هذه المنطقة بالتحديد اللي هي المعبيلة اللي تحتاج كثير من المشاريع، مشاريع الطرق حتى تحل مسألة الازدحام المتكرر فيها والاختناقات الموجودة بها.